السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيمن في فيديو جديد اليوم، حيث في هذا الفيديو سوف نحتفل بعيد الأضحى، ولكن هذه المرة سوف تكون مختلفة شوية، حيث يا شباب سوف نلعب بدور الأضحية وسوف نواجه صعوبات كثيرة جدا ونذهب لمكان يعني منعزل. فان سوف نذهب إلى هنا. الآن سوف نبدأ التحول، انتظروا و إنها المخدرات. هي شخصية شاب شاندي شيب. سوف الآن، ولكن يشوف هذه المرة سوف يكون الجميع مدرع وسوف يهاجمون اللعب. يعني يا شباب سوف تحدث أكبر مجزرة في تاريخ جي تي سان أندرياس، وذلك من أجل الخراف. وهذا يا شباب إيه لطيف إيه لطيف إيه لطيف. الآن سوف تسألونني لماذا اللاعبون يقومون بمهاجمة الخراف، لأنهم يا شباب لا أحد سوف يقوم بالاحتفال بالعيد لأن أسعار الخرفان لا تنتهي. ونحن كما نشوف حتى عضو الجروف ستريت يقوم بمهاجمتنا. لا علينا، المهم الشيء سوف نقوم بتحدي أنفسنا. سوف نعيش لمدة 24 ساعة دون أن نموت. أوه سوف يقوم بمهاجمة. إلى طيش كل الشعب كله يريد الخراب، ولكن تسيد جيش الشيب شاندي تشيب لا يموت. أو لا 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 لا، حتى شباب الشرطة سوف تقوم بإيقافنا لكي يحتفل الأمن، لكي يحتفل الأمن. شوف علينا شباب المراوغات، حتى الفتيات. لا 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 لا، هرب 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 هرب. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلايس، عدت لكم. يا الغباء، كاتسين هذه تخيلوا يشب راس بنت مباشرة بدا يظهر فيا. رشاش رشاش، اهرب اهرب اهرب. ضربوني يا تعال بالرشاش، ولا احد سوف يعيش. لا خاطئ، ما يرشى. سوف ندمر المدينة وننتقم للكل. بسرعة بسرعة بسرعة. لن يتجرأ الجميع على مهاجمة سي جي أو الخراف. هليكوبتر يعني، وكأنهم سوف يقومون بالتقاطي. وين هليكوبتر؟ إن شاء الله سوف نقوم بتجربة الحركة المشهورة. سوف نحضر سنايبر ونرتفع قليلا، وسوف شباب الضوء قوي جدا، وسوف نضرب الشباب في الفوق. خلاص تجرب زاوية جيدة. أو الخرطة الضوء، وسوف نضرب الشباب فوق كما ترون هنا. شوف ضربة واحدة اسقطنا افضل من 1000 ضربة بالميني جان. الشبيبة الشبيبة كلها جات. لا لا لا، مباشرة.
هذه شب المرة الثانية على التوالي أموت فيها. إذا خسرت شب في الثالثة للأسف الفيديو سوف ينتهي. نشوف طاق هنا. موتوا. الآن شب المرحلة الأخيرة. انتم اول ناس يجب ان يموتوا. اي صابت إيه؟ لا لا اصعب ناس هم الذين يمتلكون راكت. لا 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 ضربة واحدة وكل دم ذهب. يجب ان لا نموت. هكذا افضل. موت موت موت. ضربتني لوحة السيارة. سوف نعيد يا شباب لقطة الهليكوبتر. سنضرب من فوق هكذا. اوه يو يو. لا 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 هذي اقسم بالله افضل لقطة. بالكلبة شرطيين الاخر. شوفوا شب اللوحات تضرب وانا انا ايدا واحد لديه رايفل ولدينا هليكوبتر اخر. يو 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 ولدينا شب هليكوبتر. دقيقة هليكوبتر الأخبار أيضا لكنها مرتفعة كثيرا. شب الميتة بقى لنا الكثير وسوف نموت. هاي شب هليكوبتر أخرى. يو موت 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 موت. يجب أن نركب في سيارة لكي نعيش لمدة أطول لكي لا يضربوننا بالرصاص. هرب 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 هرب. لا لا مع الأسف مع الأسف الشديد. لا 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 المعلومة يشوف فوق المستشفى مباشرة توجد قناصة اللي يعني اللي ما يعرف شو قناصة كما ترى. هذا منظر يا شباب منظر المدينة كلها. وللأسف يا شباب لم نقم بعمل التحدي لأنه كان صعب جدا. يعني أقصى وقت وصلنا له يعني ما بين الصباح والظهيرة وكلها متنا. فيا شباب اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد منا. كان معكم ايمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.